يقول: أسألكم، إذ أني تزوجت امرأة وجلست معي 3 أشهر تقريبا، ثم طلقتها بوكالة، وكلت أبي على ذلك وأخذت الوكالة من السفارة، هل أنا أكون قد ظلمتها حينئذ؟ وهل علي ذنب؟ وإذا كان علي ذنب أو كنت ظالما لها، فكيف أتصرف الآن؟ جزاكم الله خيرا. لا ذنب عليك في طلاقها إذا لم يكن لك فيها رغبة، سواء طلقتها أنت أو وكلت من يطلقها كما ذكرت. تطليق الوكيل مثل تطليق الموكل. وأما هل لها عليك، هل أنت ظلمتها؟ فلا ندري. إذا كان عندك لها حقوق فإنه يجب عليك أن تؤدي إليها حقوقها، أو كنت ظلمتها في شيء يجب عليك أن تستسمحها أو تؤدي ما ظلمتها فيه، إن كان ما ظلمتها به إن كان مالا أو حقا من الحقوق تؤديه إليها. شيخ صالح، لا ترون أن سؤاله عن الظلم واقع في نفسه شيء ربما يكون قد تصرف تصرفا غير مناسب؟ هو كما ذكرنا، إذا كان يعلم أنه قد أساء إليها إساءة نفسية فعليه أن يستسمح منها وأن يستبيح منها. أما إذا كان ظلمها بحق من الحقوق فإنه لا بد أن يؤدي إليها الحق الذي ظلمها به إلا أن تسمح.